اخواني هذا واحد يسبني كاتب تعليق يا اخي والله اني رحمته والله رب البيت انه مسكين يا اخي يقول هذا يقصدني انا هذا يروح يقرا ويجي يزعجنا يعني ايش تبغى الواحد يولد وفي راسه العلم كذا من الله يعني يجي كذا مع الولاده مع القلب والرئه وال... لا اللي ما يجي كذا ما هو كويس هذا انسان يقرا غشاش انت كيف تبغى العلم يجي طيب كيف يتعلمون الناس جامعات المدارس البحوث المراكز البحث ايش قاعدين يسوون ذولا هم قاعدين يقرون ما هو الله سبحانه قال نبي اقرا عشان الامه كلها تقرا يا اخي يا حليلك والله ما ادري انت وين واصل الى اي درجه في العمق من الجهل يعني مقتضى كلامك انه الجاهل كويس هذا انسان جاهل ما يقرا هذا كويس بس اللي يقرا يزعجنا يا ولد يا ولد اتق الله في عمرك يعني رب كلمة قالت لصاحبها دعني والله هذه ما قالت دعني قالت والله لا يوفقش طال روح وخلني في حالي تقول الكلمة له سبحان الله وبحمده يعني أصبح العلم معيب هذا متعلم هذا فاهم إيش تبغى جاهل من وين جاي أنت أنا والله إني ماني بتعلم ترى بس إني مستغرب ومشفق عليه في نفس الوقت الله يلطف بحالك انظر في وضعك يا رب.